السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أليس ما بيرفت دي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الأليس، هنشوف منها النهاردة ميك باتر. هو بيشوف الباتر الموجود في ريفت ويعمل له اكسبورت، فبتيجي هنا تختار الباتر اللي انت عايزه، سواء انت عايزه ديتيل او موديل. يبدأ يجيب لك قائمة، تختار مثلا بريك وورك، عايز تعمل كريت فيلد ريجن ولا لأ، use highest resolution، وتختار بالانش ولا بالمليمتر، اكسبورت، تختار المكان اللي انت عايز تعمل فيه اكسبورت وليكن على الديسكتوب، قول له اوكي، هيصدر لي الباترن.